كيف اشوف مشهد الرياضي اليوم؟ برامج الرياضيه قاعده تتعدى. تتفرج تتبع؟ نتفرج جاي بيان سور نتفرج تحت على قبل البرامج الرياضيه. ديجا تشوف لحد رياضي معناتها عادي ستاتيكي قال الميم وهما شنو فما؟ فما عادل بوهليل في التاسعه وفما لحد رياضي وفما تونسنا صاحبي بكار. ما كثر برامج معناتها المشهد الاعلامي في تونس. فما الزيتون اللي فات. الزيتون ميم رجعوا تو يا ثولي ولا مازالوا اي فموجود صحيح قصت ورجعت وكل. دونك قبل تتذكر قبل كانت نسمة ثلاثة حصص الوطنية ثلاثة حصص صحيح حنا بعد ثلاثة حصص حوار الحوار كان فما حصة هذيك تاع ستاد سيت وعندهم حصة واحدة أخرى يعملوا بالخميس كانت تبدا معناتها ايماجين الكم الهائل اللي كان الكبير هذاك وقتها توا واقفين على أربعة ولا ثلاثة حصص صحيح معناها المشهد تبدل توتالمون معناها توجه ولا أكثر معناتها ليزيميسيون دو فاريتي ليزيميسيون لي بون اللي أنا عندي عليهم برشا احتراز وكل بعد برشا على الكورة. السيمي نتاع اللي كنت سمي فيه مثلا عادل بوليه شنو رايك فيه في اللي قدم فيه في التاسع؟ عادل سي مو يقدم في حاجة محترمة جدا عادل باللي مويان اللي عنده باللي مويان الموجودين عادل يشفع له كانوا وصل في بلاتو لمهم الأربعة الكبار معناها شكري وزياد في برشا ما همش مع التوجه هذا معناها يقول لك حتى الجمعيات الأخرين عندهم باش يبدا كل واحد يدافع على جمعيته اما جمعيات الأخرين شكون بيهم زاد يقول لكم فما شكون معاه فما شكون ضد انت شنو رايك في المؤسسات في البر الكل يعملوا هكاك معناها سامحني هو شنو هي ايميسيون باش يبيع حاجته بالسبونسور حاجته بالبيبيك باش يتفرج فيه الجمهور اللي طوال كما قال زياد الجزائري في الباتو سي نورمال ماشي تبع كم كي قزيد باش يتبع نجم يتبع 1000 2000 كي قزيد باش يتبعك 20000 30000 40000 كيف الاسبيرونس شكري كيف الكلوب سمير صفاق زاد كيف دونك سي سا معناها هو سيتوجه كوميرسيال هكا رجاء السعداني في الاحد الرياض جاجا هذيك في بالك هذيك تعيط لي ولدي وانا نقول لها امي وقت خل في الاحد الرياضي وقت دخلنا حبها برشا رجاء شوف رجاء ما نجمش نقول عليها حتى شيء ما عندها شاتي فيها مجروحه خاطر هذيك حبها برشا المراه هذيك وربي معاها قيم لي مهنيا اللي قاعد تقدم فيه في الاحد الرياضي هل انه الشخص المناسب في المكان المناسب في الاحد الرياضي في التوجه شو باش نبداو واضحين انا في الكوره حبها صار لا انا في الكوره راهو اللي قدم في الكوره راهو ما عرفش انا ما عنديش هذه فكره مرات تقدم راني ما بفسه باش يلوموك على الحكي لا بالعكس انا زميلتنا نعيمه الساسي من خير من اللي تخدم فما حتى مراق لا ما 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 مع فكره ما فماش هذه كوره انا باش نتفرج نلقى مرات تحكي على الكوره 4 4 2 3 5 2 واحد ما نتفرجش تبدا مرات تفهم علاش ليه ما تفهم علاش خويا شنو انفورميشن سيف مو الكوره تفهم لا فهم نعيمه الساسي ما شاء الله نحكي تفهم ايه انا قلت لك لا يفهم ونعيمه ساعات نغل في اسامي هي تصلح لي ويحكي كل شيء ليه فما برشا يفهموا في الكوره اما انا ما نقبلهاش فكره مرات تقدم في 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 ديبا في كوره ما تنجم تقدم نشره تاع سبور اما باش تقدم بلاتو كيما لحد رياضي وكل جيتي صاحبي بكى صاحبي فيك حاجة صاحبي ما مش يعني عملش معاه مشكلة والله لا صاحبي هو صاحبي في بالك والله يا رب من لا شيء عمل كل شيء شوف راه ولدي بات تشوف بس شفتو من لا شيء ابري تو هذول زيرو مويا لا عنده لا دروا لا عنده لا شامبيون ما عنده حتى شيء صاحبي تاو لا اربع كراسي حاسين شنو عمل كل شيء شنو تسمي كل شيء عمل كل شيء انت كي تعمل ايميسيون تاع تلفزه شنو حاجتك شنو حاجتك تاع راديو حاجتك باش تسمع ولا حاجتك باش تبيع يا ما انا نعاش نجم نجيب اليوم يسقط في فستان هايفا وهبي نبيع لك مالوغوزمون هذيك وضعنا تو في تونس انت شفتها كان في سبور يشوف لي زيميسيون الاخرين شوف المسلسلات معايا ولا ماكش معايا اعطيني رايك في اللي قال لا معايا ولا ماكش معايا بيان سور اي اكيد كيما قلت لي يسقط فستان هايفا وهبي تبيع لك خير من ما نعرفش انا بونتو جلوب ولا بونتو اسبيرونس ولا بونتو صحفيا شنو رايك صحفيا فيها وعليه تجربه صاحبي بكار صحفيا فيها وعليه اما الحاجه الباهيه في صاحبي بكار اي خويا اي كارت شور تابل انت ماك سبيت هذا وانت سبيت هذا يجي تصرف ما بين تبعك باهيه اما تنجم تتحس حاسك تحكي بضحكه ما مشي والله لا انت تضحك خويا بالعكس صاحبي وقداش مره كلمني يجي بحلينا وان شاء الله دفعتي مش باهيه.